اهلا بيكم متابعين تلفزيون اليوم السابع. شايفين العجل الجميل اللي قدامنا ده؟ احنا نازلين المذبح لقينا عجل عنده عضلات. تعالوا بقى اما افرجكم على عضلاته. ثواني بس قبل ما ايه هو بيشاور عقله ينطحني، يعني بيشوف هينطحني ولا لا. شوفوا شكله عامل ازاي. شايفين بقى عضلاته؟ هو بيشاور عقله ينطحني يا جماعة. شايفين العضلات؟ هوريك اخوه كمان. شايفين ده؟ السلالة دي كلها كده زي ما انتوا شايفين عجول معضلة. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ معانا بقى عيد، يعني ابن المعلم صاحب العجول دي، هو خريج كلية زراعة، هيقول لنا بقى ايه العجول دي، ايه سلالتها، وليه ظاهرة قدامنا بالشكل المعضل ده. عيد خش معانا بقى قدام الكاميرا. مساء الخير يا فندم. عايزاك تقول لي، معانا عيد اهو. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ قول لي بقى يا عيد، ايه حكايه العجول المعضله دي؟ يعني انت خريج كليه زراعه، قلنا مظبوط مظبوط. ليه العجول دي يعني شكلها كلها عضل كده زي ما احنا شايفين؟ شكل العجول دي كلها عضل، لان مبدئيا هو بيبقى في فرق ما بين الذكر والنتايه، ده ذكر مبدئيا، فطبيعي ان هو يبقى حجم العضلي عنده كبير، ده مبدئيا. والسلالات دي كلها خليط، يعني خليط ما بين البلدي المصري وما بين كذا سلاله برضو اجنبيه، تمام. بتبقى السلالات اللي زي دي بتقدر توفر لنا نسبة لحم اكبر بكتير جدا. طبعا تصافي اللحم بالنسبة للعجل عموما او بالنسبة للاضحية عموما بتبقى بتصفي من 40 لـ60%، 40% لحم صافي و 60% بتبقى ما بين جلد والراس والحاجات دي كلها. فبس لكن بالنسبة مثلا للعجول اللي حضرتك بتصوريها ده، مثلا العجل البني ده، مثلا العجل ده المفروض ان هو عجل مخلط، بس هو اغلب الخليط اللي فيه او اغلب جيناته بلدي، مش مستوردة، لان لونه برضو بيتحكم، الشكل برضو بيتحكم، شكل رجليه، كل دي حاجات برضو بتتحكم في الموضوع ده. وطبعا برضو الاعراف بيبقى ليها نسبة كبيرة جدا من التأثير على طبعا ان العجل يبقى ليه كتلة عضلية معينة، او يبقى فيه نسبة دهون، او نسبة دهونه عالية او اقل. ان قالوا لي ان ده يعني رغم ان شكله كبير وكله عضلات قدامنا كده، بيقولوا لي ان يعني وزنه قليل، ده وزنه 300 كيلو تقريبا. مظبوط، هو بس هي الفكره مش بتبقى في الشكل خالص، لان طبعا بيبقى فيه الاكل اللي العجل بياكله، المياه اللي بيشربها، طبعا طريقه الاكل اللي هو بياكلها، مواعيد الاكل اللي هو بياكلها، هو بياكل ايه بالظبط، كل ده بيأثر. نسبه المياه في جسمه ونسبه الدهون في جسمه والحاجات دي كلها بتأثر كتير جدا في الوزن، لان طبعا وزن الدهون مش بيبقى شبه وزن اللحم، بيبقى اتقل. الدهون بتبقى طبعا، اللحم بيبقى اتقل طبعا. بس فده الموضوع كله، يعني بالنسبه للعجل ده برضو ده مخلط، بس هو ده يعتبر فريزيان، بس هو صغير مش كبير، مش صغير، يعني لبني. عضلاته دي كده ده لسه صغير جدا، لسه صغير جدا. سنه قد ايه مثلا؟ هو مش بالسن، هو بتبقى بالسنان اللي هو وقعها، يعني ده يعتبر لبني. يعني ما وقعش ولا سنه، يعني لحمه يعتبر لسه صغير، يعني مش كبير خالص خالص على الوزن ده. فبس ده وزنه قد ايه تقريبا؟ يعني 320 340 في الحدود دي.
طب انت قلت لي عندكم يعني اللي هو قلت لي عندكم الهندسه بقى الوراثيه انت دارسها بالظبط، بتقول لي بتعملوا حقن مجهري تقريبا لل بيبقى طبعا مش هنا يعني قرب طبعا مش بيبقى هنا، هو بيبقى في مزارع تانية بيبقى المفروض ان احنا بنبدا ان احنا نستخدم فيها اسلوب الحقن المجهري. طبعا المزارع اللي هي بتبقى مختصه بالالبان ومنتجات الالبان دي كلها بنستخدم برضو فيها الحقن المجهري، لان طبعا ما بنبقاش محتاجين كفاءه او كاباسيتي عاليه بالنسبه للذكور، بنبقى محتاجين اناس اكتر، فبنستخدم الحيوانات المنويه الخاصه بالذكور بنستخدمها في التلقيح، فبيبقى افضل كتير جدا وبيبقى ارخص بكتير يعني جدا. تعرفوا ان العجل هيتولد ده بيبقى طبعا على حسب ال اللي هي الجينات اللي موجوده في الحيوانات المنويه، وبرده جينات الام كل ده بيتحكم في كل اللي احنا بنبقى عايزين نطلعه. يعني تعرفوا كل الكلام ده بيبقى فيه زي احتماليات احنا بنحطها عن الجنين اللي طالع، بس هو الجنين بيبقى بيطابق المواصفات اللي احنا محتاجينها لا اكثر ولا اقل يعني. عجل زي اللي قدامنا ده يطلع كام كيلو؟ عجل زي ده مبدئيا عزبه مش عجل، ده نتايه مظبوط، يعني في حدود 230 يعني. علشان كده لو حضرتك عضلات قليله جدا تمام، لان كفايتها في الاغلب بتبقى في الالبان يعني، بس طبعا سعرها بيختلف كتير جدا من الدكر، ومثلا ممكن تيجي وزن مثلا 240 250 في الحدود دي، مش تعلى عن كده. بالنسبه للذكور لا بتبقى وزنها اعلى بكتير جدا، بيبدا من 350 او 380 الى فوق يعني. طب انا عايزاك بقى بما ان انت خريج زراعه ومتخصص مزبوط في مجال العجول، انصح بقى يعني اللي نازل يشتري عجل، يعني يشتري النوع اللي هو قدامنا ده اللي انت قلت مخلط ولا يشتري البلدي؟ هي الفكره عموما ان كل اللحم واحد، هو مش هيفرق، هو هيفرق بس في الكتله الوزن اللي هو هياخده طبعا، وهو بينقي عشان انا ايه انا بخاف من الحاجات دي. طبعا هو هينقي ايه بالظبط يعني، على حسب هو هينقي ايه، اذا كان هينقي دكر هينقي عايزه تقيل او خفيف. طبعا بيبقى اسلوب التنقيه او التاجر اللي هو بيتعامل معاه طبعا بيبقى فيه شكل مختلف جدا، ان هو يعرف اذا كان هو التصافي بتاعته هتبقى عضلات اكتر من دهون. يعني افضل عجل ممكن يصفي معاك 50% 50% دهون، يعني 50% 50% لحم، انا اسف، يعني ده يصفي 50% لحم مثلا، يعني هو يعني لو ده وزنه 300 كيلو تقريبا يصفي 150 كيلو لحم. 150 هو لو عجل ممتاز في العموم يصفي 150 كيلو. طبعا بيبقى فيه طبعا زي ما انا قلت لحضرتك قبل كده، طبعا بيبقى فيه الرجل مثلا او الكوارع والراس والجلد، بيبقى كل دي حاجات بيبقى طبعا ليها عوامل كبيره جدا بتاثر على الوزن. الناس بتسال على مكانكم يعني. السيده زينب، مذبح السيده زينب خلف مستشفى 57 يا فندم. فكمل بقى معايا، قول لي عجل زي ده بتقول لي هيصفي كام؟ يعني مثلا ممكن عجل زي ده مثلا يصفي مثلا يعني 45%، يعني ممكن يصفي مثلا لو هو 350 330 رغم ان احنا شايفين اغلبه عضل يعني كله لحم تقريبا. مظبوط ما طبعا ما زي ما قلت لحضرتك هي بيبقى في اختلاف شاسع ما بين الدكر والنتاية. الدكر طبعا بيبقى كل التصافيه بتبقى اغلبها عضل، بيبقى كل اللحم او طريقه التغذيه بتاعته من وهو صغير اصلا بتبقى يعني بتظهر عليه بعدين لما بيكبر، طبعا على الكتله العضليه اللي بتظهر له، الهيكل بتاعه اتبنى ازاي، هل هو كان بياكل اكل كويس يخلي الهيكل بتاعه يكبر اكتر علشان يعمل لحم اكتر في وقت اسرع، كل دي حاجات طبعا مختلفه بس مش اكتر. فدي كل الحاجات دي يعني مثلا مختلفه، يعني مثلا احنا ممكن نصفي مثلا لو العجل ده فرضا احنا قلنا ان هو 350 كيلو، ممكن يصفي معانا من 110 ل 125، يعني هيبقى تصافي دي ده تصافي مش وحشه يعني. بس بتاعتهم انا معجبه بيها جدا، يعني رسمه العضله ذات نفسها انا اول مره يعني اشوف عجل في مصر برسمه العضلات دي، يعني احنا بنشوف فيديوهات للعجول اللي هي في هولندا تقريبا لا العجول دي بتبقى لا العجول اللي بتبقى مثلا بتبقى زي دي بتبقى بتتباع في مزارع خاصه، فالمزارع الخاصه دي بتبدا تبين يعني بتبدا تلعب على نظام غذائي معين بيخلي العضلات تكبر اكتر، يعني زي الشخص اللي بيروح الجيم مثلا بيبقى ليه نظام غذائي معين، وقت معين، طريقه معينه للاكل، جرامات للاكل، جرامات للفيتامينات، كل دي حاجات فيتامينات وبروتينات فيتامينات واملاح معدنيه وحاجات دي كلها طبعا بتاثر، دي حاجات كلها طبعا بتاثر في بناء العضل فهو بيستخدمها يعني، بس طبعا بتبقى بنسب. هو ده ما ياثرش على طعم اللحم؟ لا طبعا لا 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 نهائي، بالعكس
العجل كل ما كان صحي اكتر. وطبعا اللي بيأثر على طعم اللحم عموما هو العلف. الاعلاف بتبقى عاملة ازاي، او الاعلاف دي بتبقى ايه مصدرها، او الاعلاف دي بتبقى فيها البروتينات، او بتبقى هي الاعلاف المناسبة للعجل ده ولا لا، بتبقى دي حاجات كلها طبعا بنبدأ نفكر فيها. يعني عندكم بقى عامله ايه عشان الناس يعني الناس الاسعار عندكم؟ بالنسبه لان احنا دلوقتي في الوقفه في الاسعار بتعلى بشكل سريع. مبدئيا السعر دلوقتي العزب اللي هو النتايه بيبقى ابتداء من 75، بالنسبه لاسعار الذكور بيبقى من 85 طبعا، لان الذكور طبعا بيبقى نسبه اللحم فيها اعلى، فبيبقى في ضمان ان انت يبقى مع في لحم اكتر وبيبقى استهلاكه اعلى. فبس ده بالنسبه للاسعار دلوقتي يعني، والاسعار كل مدى في تزايد مع الاسف طبعا، لان السوق طبعا بدات البضاعه فيه تخلص، فطبيعي جدا ان الاسعار بتعلى. في ناس بتقول ان اليومين دول منتشره حمى قلعيه وحمى تانية منتشره في العراق، الوضع عندنا في مصر هنا ايه وضع؟ لا 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 خالص، مفيش حاجه. هي تمام مبدئيا الحمى القلعيه هي حاجه طبيعيه جدا، مش بتبقى حاجه مضره ولا مؤذيه خالص، بس هي حاجه طبيعيه جدا زي البرد عندنا كده يعني، بتيجي للبهايم وبتروح عادي جدا. هي بس بتبقى حمى بس في البق، في درجه حراره في البق وبس، بتيجي بقى بتتعالج عادي زيها بالاكل بالمراعاه ببعض الادويه او المضادات الحيويه عموما، بتساعدنا كتير جدا. لكن بالنسبه للحمى القلعيه فهي الحمى القلعيه مش حاجه بتبقى مش حاجه مؤذيه يعني، مش حاجه مميته. فلا يعني فالموضوع لا طبيعي، مش حاجه فيها ازمه يعني، او ممكن تشكل خطر على الاضحيه او تشكل خطر على اللي بياكل الاضحيه عموما. الناس بتقول لكم الحاجات بتاعتكم هتتحسد في الكلام ده؟ لا 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 لا, 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 لا تحت امركم في اي حاجه، مفيش اي مشكله. انتوا هنا اعرف مش بتوزنوا صح؟ لا بيتمنوه كده على حسب، هو بيبقى على حسب طبعا التاجر اللي بيبيع وبيبيع ايه بالظبط، وهل هو واثق ان بضاعته يعني كسبانه او خسرانه على حسب. بس في الاغلب بنستخدم الميزان يعني، بيبقى الوزن مضروب في سعر الكيلو الواحد يعني. ممكن انت دارس برضو تيجي تشرح لنا العضلات بتاعتك؟ هي دي مبدئيا دي عضلات الكتف كلها، ده يعتبر زي عضله الكتف عندنا، ده قشره الكتف كلها، ده كده نعتبر كده هنا ناحيه هنا الموزه جوه داخليه، هنا برضو من الفخذ من ورا. بس هو عضلات كتفه ليه دايما اقوى من العضلات اللي ورا؟ لان هو طبعا بيحمل عليها هنا، هو مش بيحمل على دي، هو دايما بيحمل على دي. مبدئيا عضلات الكتف بتبقى دايما بتبقى اقصى او انشف عموما في السوى، لان هي بتبقى من العضلات اللي العجل بيستخدمها او الحيوان عموما بيستخدمها بشكل كبير، فهي طبعا بتبقى محتاجه تبقى انشف على عكس عضلات الفخذ اللي هي بيطلع منها مثلا السمانه اللي هي البفتيك مثلا او الستيك او الحاجات دي كلها، بتبقى حاجات مش بتبقى بنفس ان اللحم يبقى ناشف زي هنا زي الكتف او زي الجزء ده بس. فطبيعي جدا ان هنا يبقى الكتف كله عضل، هو كله عضل اصلا، بس هي الفكره كلها ان هو ازاي ما هو بيحمل على انهي جزء عشان الجزء ده يبقى بالنسبه له هو اللي بيساعده ان هو يتحرك، او هو اللي بيساعده ان هو يقوم بوظايفه عموما يعني، زي ما يكون بيلعب حديد يعني ان شاء الله. بالظبط. طبعا احنا معاكم هنا، كنا معانا عيد، بنشكره جدا. بنشكر عيد جدا يا جماعه، مهندس بيطري خريج كليه زراعه، رغم ذلك هو يعني متخصص مع والده هنا في المزرعه بتاعتهم، عندهم عجول زي ما انتم شايفين. احنا اول مره يعني، او انا بالنسبه لي انا اول مره اشوف عجل ليه عضلات بالشكل ده، وطبعا من اكبر الاحجام برضو اللي انا شفتها. احنا كنا معاكم من مذبح السيده زينب القديم، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، تابعونا دايما على تلفزيون اليوم السابع في لايفات جديده، الى اللقاء.